يسمى نحييه يسمى يوسف الصخري، معناه راهو يصرف، راهو يصرف من عنده، معناه كيما نقولوا يد واحده ما تصفقش. نعم لازم السلطات تعاونه، سينو راه يتحبس ليكيب. نقول لك ما تستمرش بالشكل هذا، ما نقولش تحبس بصح ما تكملش في النتائج هذه الايجابيه. نعم طيب، الان الاتحاد السوفي راهو مكلاسي الان الثاني فقط فارق الاهداف بطبيعه الحال على جمعيه الخروب. انور، لو يستمر الاتحاد السوفي بهذه الضائقه الماليه، كيف ترى مصير الاتحاد السوفي هذا الموسم؟ بالضائقه الماليه شوف ما نغلطوش الجمهور بالضائقة هذه ما تقدرش تلعب على الاكسيسيون، صعيبة ياسر، صعيبة الطلعة، صعيبة ياسر، معناها الجويرات يكره في راسه، وكان دي ماتش في الريتور تعرف الكواليس صعيبة شوي. ما نظنش اذا نلعبوا على السعود بالطريقة كيما هذه. ان شاء الله ان شاء الله، نتمنى انه تفيق السلطات المعنيه ولولايه الواد ايضا سعيد خروف، نوجهوا له هذه الرساله. نادي الاتحاد السوفي يستغيث فالمغيث المرتبه الاولى في القسم الثاني بمثل هكذا اداء ويعاني بمثل هكذا ازمه يا سيد سعيد خروف. ان شاء الله نتمنى انه هذا النداء يوصل لوالي ولايه الواد.